السلام عليكم. كلام إبراهيم عن مشروعك. دكتور، تكون المشروع من المنظومة الشمسية، هذه اللوحة والسولار شارج اللي هو المنظمة الفولتية، لوحة شمسية، لوحة شمسية، سولار بانل، سولار بانل والسولار شارج اللي هي منظمة الفولتية أيضا. وعندي بالداخل نعم شد عندي بالداخل موجود يعني هذا الانفرتر، انفرتر انفرتر البطارية، وعندي هذا الريلي بنظام ال دي سي، دي سي مباشر من اللوحة، أي؟ دي سي مباشر من البطارية لشحن البطارية، مو لشحن البطارية. تمام، شنو عندي هذا السكرين؟ هاي الشاشة القراءة، هاي الشاشة مجرمنت، هاي تقرأ الفولتية مال الدي سي. تمام، مين شغلت تشغيل؟ شغل هذا الدقمة إلى بها دي سي اللي مباشر على اللوحة الشمسية، استخدام اللوحة الشمسية. إيه نعم. مشحون عندي بطارية يعني. وهذه الثانية من البطارية. خوش. هذه طيب البطارية 12 فولت. وهذه مباشر من الضوء الخارجي. مباشر دايركت. استخدام الشاحنية الخلية الشمسية. إيه شاحنة كاملة. شاحنية بطارية مفولة عندك. مفولة كاملة. تمام. عندي هنا أنا. هذا الدي سي اللي قرأ عندي. هذا الدي سي. تمام. هذا الأي سي. يشغل عندي هذا الفان. تمام، اي سي فولتج نقدر نغير نتحكم بها عن طريق البنات. وعندي بلاك سويتش. تمام، يعني عندك احمال هنا، عندك احمال اي سي، اي سي وهنا هم اي سي خارجيه. تمام، هذا بلاك عندي اشياء يشغل 220 واير الى اخره، 220 فولت. هذه من ضمن هذا الاجزاء مالتها. هاي مكونات المنظومة الشمسية، سولار فوتو فولتيك سيستم، هذا الباتري، هذا الانفرتر. هنا عندي الاحمال، هنا عندي الاحمال لودز، مال كلها اي سي، كلها اي سي. زين، اذا عندي احمال دي سي ابراهيم موجود نص ثاني الاي سي اللي احنا شرحنا عليه وتكلمنا عليه، هذا عندي الاحمال، هذا دي سي اللي مباشر دايركت واللي على البطارية. تمام، زين شلون اوجه الخلية الشمسية؟ تتحكم بها تشحن عندي، تقدر تنزلها على الاسفل، يعني فصول السناني مو ثابتة الشمس، مو ثابتة، تقدر ترفع هيك تحكم بها اي طريقة. تمام، بس تكون افقية الخلية الشمسية تقريبا زاوية 30، هاي بتموز شهر السابع. نعم، باعتبار الزاوية او الشمس تكون عامودية، فخلي الخلية الشمسية تكون افقية عدل، مو بزاوية معينة. ثبتها، هذا عاش فيك ابراهيم.